عاملين ايه؟ ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. انا طبعا حبيت اظهر لكم في بدايه الفيديو بالجو الرومانتيكي ده. اي واحده حابه تعمل جو شعائر جوزها، مش شرط ان احنا نخرج ونصرف قد كده عشان نعمل جو حلو في البيت لينا، ممكن تعملي الجو ده في البيت. عشان كده انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده باقل التكاليف، يعني بدل ما اخرج بره اصرف لي كده بالميت 500 جنيه، لا انا ممكن ب 200 جنيه بس اعمل جو زي ده، اكل يكفي 6 افراد ويمكن اكتر كمان. طبعا زي ما احنا متعودين الاكل سهل جدا وبسيط خالص، اي حد فينا يقدر يحضره بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. في بدايه الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب اذا انتم جداد على قناه بيت العيله اول مره تتفرجوا عليا. ما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه، بنعمل فيها حاجات حلوه جدا جدا باذن ربنا تنال رضاكم. زي ما انتم شايفين بقى شموع بقى وبيبسي انتم طبعا عايزين تعرفوا ايه الاكل. تعالوا مع بعض نشوف العشاء بتاعنا او الغداء بتاعنا النهارده، يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين معانا توابل. هنجيب الخلاط الاول، هنحط فيه ربع كوبايه دبس رمان على خل تفاح، التوابل بتاعتنا كمون، جنزبيل، قرفه، جوزة الطيب، ورق لورا، حبهان، 7 بهارات، ملح، شطه، التوابل اللي متاحه عندك ان شاء الله يا رب، فلفل اسود وكمون وبس كده، وملح، ليمونتين طبعا حلوين، 2 طماطم كده، واحده 2 طماطم كده كبار، قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، بصلايه حلوه او بصلتين على حسب طبعا كميه اللحمه اللي هتعمليها. وهاخد الكلام ده كله اضربه كويس جدا جدا في الخلاط. اللحمه بتاعتي دي كانت في الفريزر ودوبك طلعتها فكتها وشطفتها وهتبلها، الكلام ده الصبح بدري لان عايزه اسيبها في التتبيله على قد ما صبري يسمح لي. ضربت الكلام ده كله كويس جدا في الخلاط وظبطت الملح وهتبل اللحمه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده. نوع اللحمه ايه؟ اي نوع لحمه تحبيه، اي نوع لحمه تفضليه هاتيه، مش هيشترط نوع لحمه معين. هغطي الكلام ده كله واسيبه بقى ان شاء الله يا رب حتى تبلها قبلها بيوم، مفيش اي مشكله. طبعا قعدت بتاع 3 4 5 يعني قعدت كتير، عايزه اقول لكم تقريبا انا متبلها من الساعه 10 الصبح، دلوقتي الساعه 5 يعني ساعه ما كنت هشوي. طيب هنشوي، في بعض الناس تقول لك انا البوتاجاز بتاعي من فوق بايظ مش ناره مش قد كده، طب في ناس تقول لك انا مش عندي شوايه فحم او مش عندي شوايه جريل. طيب احنا هنشوي في فرن البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه خالص، اي صينيه اي شبكه ان شاء الله يا رب حتى شبكه البوتاجاز نفسها هتجيبيها تغطيها بالالومنيوم زي كده. ما عندكيش الومنيوم مش مشكله، بس الالومنيوم مش اللحمه ما تقعش، يعني لو ما عندكيش مفيش اي مشكله. هبتدي ارص اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده بالتتبيله بتاعتها اهو. وطبعا انا حطيت في ارضيه الصينيه مثلا حوالي تقريبا من لتر لتر ونص ميه تكون مغليه بحيث اللحمه بتاعتي تستوي بسرعه ما تقعدش في الفرن وتنشف. انا عايزاها لحمه مشويه وفي نفس الوقت تكون طريه ما تكونش ناشفه وبتشد. هغطيها طبعا بورق الومنيوم كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. الفرن بتاعي قايد قبلها بربع ساعه بنص ساعه، المهم الفرن يبقى سخن جدا. وادخل الصينيه وانساها. هايدي البوتاجاز بتاعي، معايا بصلتين متوسطتين الحجم قرطتهم عشان هنعمل رز مبهر اللي بنشتريه من الشارع بقد كده، معايا كركم، معايا جوزة الطيب، معايا سنة قرفة، سنة جنزبيل، معايا حبهان، معايا قرنفل، فلفل اسمر، لومي اللي هو الليمون الاسود ده. الليمون الاسود ده انا بعمله في البيت مش بشتريه من الشارع، بيبقى حلو جدا جدا لما بتيجي تعملي رز مبهر اللي هو الرز الاصفر اللي بنشتريه من المحلات. طبعا البصلايه بتاعتي هحط عليها زيت او زبده اي ماده دهنيه تفضليها، وهبتدي اقلبها اخلي لونها يبقى مصفر كده. هنزل عليها بالقرنفل والليمونه والكركم والفلفل الاسمر والجنزبيل والثوم البودر والبصل بودر، وهقلب الكلام ده كويس جدا. ما تكتريش كركم يعني على حسب كميه الرز، انا عامله نص كيلو رز حتى نص معلقه صغننه كركم. وهدي الكلام ده كله تقليبه كده لحد ما اشم ريحه التوابل الجميله طلعت. الرز بتاعي مصري عادي خالص، هقوم غسلاه كويس جدا مرتين تلاته اربعه، اصفيه كويس من الميه وانزل بيه في الحله اهو. هحط طبعا شويه ملح، ظبطوا الملح على حسب رغبتكم في الاكل. هقلب الكلام ده كويس جدا واسيب الرز بتاعي يتشوح شويه، قلبي وسيبيه يتشوح. التكات البسيطه دي بتخلي الرز معاكي ناجح. معايا ميه سخنه مغليه جدا، كوبايتين رز مصري عليهم كوبايتين ميه بس كده عشان الرز يطلع معاكي مظبوط بالشعره. ولو عزنا مثلا من ربع كوبايه او حاجه بعد الرز ما يتشرب خالص خالص وحسيتي ان هو ني، هتبتدي تحطي ربع كوبايه الميه وتغطي على طول بحيث البخار اللي هيطلع يكمل سوى الرز. والرز على البوتاجاز بتاعنا اهو استوى خلاص،
بصوا مفرفر وجميل جدا. هو بصراحة محتاجش مية معايا، بس في نوع رز عن نوع رز بيفرق، ممكن يحتاج معاكي فوق كوبايتين ربع كوباية كمان. ده صاج، انا بس عشان خاطر التصوير جبته غلفته بورق ألومنيوم، هبتدي افرد فيه الرز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بجد الطريقة سهلة مش مكلفة خالص، وكمان تغيير وتجديد، يعني بنحاول نغير من الاكل عشان ما نزهقش. اهو افرد الرز زي ما حضراتكم شايفين كده. انا كان ممكن اعمل رز بسمتي، بس قلت اعمل رز مصري بحيث يبقى في ايد يعني في متناول الجميع. سوداني لو متاح عندك، مش متاح بلاش. زبيب لو متاح عندك، لو متاح مش متاح برضو بلاش. يعني دي كلها حاجات ايه ممكن احطها وممكن ما احطهاش، انا بقى بتوع عشان الشكل والتصوير، والناس اللي حابه تعمل عزايم دي فكره ممكن تاخديها في عزومه عندك، مثلا بقى فرح عندك، عزمه ناس، الحاجات دي بتبقى جميله جدا لما بتبقى في عزومه. بصوا اللحمه بعد ما طلعت انا شلت كده ورق الفويل بنعيها، هاخدها بقى ارجعها في التتبيله تاني بتاعتها. الحركه دي بقى مهمه جدا، هاخدها بقى اطفي الفرن وهقيد الشوايه اللحمه تاخد بس لون من على الوش. التتبيله دي عايزه اقول لكم طعمها رائع، ريحتها حلوه جدا، انا لا حاطه فيها زيت ولا اي حاجه خالص. لو انتوا حابين تحطوا ربع فنجان زيت في التتبيله حطوا، مفيش اي مشكله. هرجعها تاني زي ما حضراتكم شايفين، انا قيت الشوايه اهو، هسيبها بقى تاخد لون. هنعمل بقى طبقين سلطه حلوين كده، بصل، انا مدمنه بصل اخضر، انا ومايفل بنتي بنعيش حاجه اسمها بصل اخضر. قرن فلفل ميت كان في التلاجة ميت، قلت اطلعه اقطعه. ده بلان معايا فلفل الوان، فلفل الوان مهم جدا يا جماعة، اهتموا باكله، يعني هو بقى مالي السوق دلوقتي ورخيص، يعني كيلو بعشرة جنيه، ممكن اجيب نص بخمسة جنيه. كله فلفل الوان على قد ما تقدروا، مفيد جدا جدا جدا. فلفل اصفر برضو، يعني انا قلت اشكل الترابيزة كده، يعني بقى شكل الاكل حلو اهو. بصوا بأقل حاجة عملنا طبق شكله جميل وحلو، ليمون شرايح، يعني أي منظر كده. بصوا الشكل، يعني قرنين فلفل عملنا بيهم طبق شكله رائع. هنقطع بقى بصل زي ما انتوا شايفين كده، بصلتين بقى، تلاتة اربعة ان شاء الله يا رب عشرة، على قد طبعا الناس اللي هتاكل، لو انتوا ليكوا في البصل، بس البصل ده مع المشويات بيبقى رائع. يعني انا ما اعتقدش ان في طبق مشويات يتقدم من غير طبق السلطة اللي انا هعمل، البصل اللي انا هعمله ده، يعني لازم انا لما اقول حشوي لحمة يبقى لازم جنبها طبق البصل اللي انا بعمله ده. بصوا زي ما انتوا شفتوا انا جبت وطبعا قطعته ترانشات كده، انا غسلت البصله قبلها، عصرت عليها ليمونه، هحط سنه ملح، معلقه كبيره بقى حلوه كده سماق. السماق ده يعني عايز اقول لكم ده العشق كله، تحفه تحفه تحفه. يعني عايز اقول لكم بجد جميل جدا. بصوا ما تقلقوش من اللون الاحمر ده، بيطلع من الايد بمنتهى السهوله، حلو جدا جدا جدا. بصوا الطبق ده بقى يعني ده العشق، حطي بقى كده مع اللحمه المشويه بقى وفي العيش وكلي يا سلام. عايزه اقول لك تنسي بقى الدنيا وهمها وقرفها وكل حاجه. الله يفيد ده طبعا هنحطه على الوش. بصوا الطبق او ده اللي انا بقول لكم عليه بقى، ما ينفعش اعمل مشويات من غير ما اعمل الطبق ده، تحفه رائع فوق الرائع، طعم وريحه وبيفتح نفسك على الاكل، بخليكي لو مش عايزه تاكلي هتاكلي. واللحمه طلعناها زي ما انتم شفتوا اخدت لون ازاي اهي. اعملوا بقى الكمية اللي انتوا شايفينها مناسبة معاكم، حابين بقى تعملوا كتير، حابين تعملوا قليل، الكمية اللي تناسبكم اعملوها اهو. عايزة اقول لكم شكلها رائع، ريحتها كانت تحفة. بصوا عاملة ازاي، بجد اتمنى من كل قلبي كل ست بيت جربي اعملي كده. يعني بقى لو مش عايزة جوزك بقى يبص بره وكده، احنا عارفين اقرب طريق لقلب الراجل معدته، خشي على معدته على طول عشان ما يبصش بره خالص. معايا بقى كوبايتين فيهم بقى تلج كده وسفن، يعني لزوم التكات والحركات اهو. نجيب بقى شريحتين ليمون، الليمون ده كنا اخدنا منه شريحتين حطيناهم على الطبق اللي عملناه بالفلفل الالوان وشلت شريحتين، هنحط بقى في كل كوبايه شريحه كده اهو. قاعدين بقى في مطعم ولا لا بذمتكم؟ بصوا نحط الشاليمون، دي بتاعت جونير انا استلفتهم منها، جونير بنتي الغاوية الحاجات دي جدا.
حاجة يونيكورن، جوجو يونيكورن على طول. ودي بصوا بصوا الشكل، بصوا الجمال بجد. يعني عايزة اقول لكم بحاجات بسيطة جدا نقدر نعمل جو حلو في بيتنا، نقدر نخرج من مود الكآبة اللي احنا عايشين فيه. لا وشمع كمان بقى، بصوا لا كده الموضوع كبير. اهو يعني بجد جربوا اعملوا الموضوع ده، عايزة اقول لكم هتبقوا نفسيا هاديين، اللي هو تخرجي من جو التوتر والقلق. واحنا عارفين احنا عندنا امتحانات الايام دي، فبنحاول على قد ما نقدر نهدي نفسنا عشان نقدر نكمل مسيرتنا مع ولادنا. بصوا الشكل اللي بتصور، على فكرة دي جونير، يعني مايفل كانت بتذاكر فجونير جت صورتني. بصوا اهو مطعم بقى ولا مش مطعم، واحلى من مطعم كتير. نقعد بقى نعرف ناكل براحتنا بقى، ناكل بايدينا، ناكل بشوكه وسكينه براحتنا، محدش شايفنا قاعدين في بيتنا بقى نعمل اللي احنا عايزينه. ورجعت لكم تاني طبعا بعد ما حضراتكم شفتوا الغداء بتاعنا او العشاء ايه النهارده. لحمه، اي نوع لحمه تحبيه، لحمه بلدي، لحمه مستورده، اي نوع لحمه مش هتفرق، هتعمليها بنفس التتبيله اللي انت شفتيها دي، تطلع معاكي رائعه احلى من بتاعه الشارع بمراحل. هاتي بقى الكميه اللي تعجبك، حابه تجيبي اقل، حابه تجيبي اكتر، يعني دي في ايدك. عملنا طبعا ده رز مصري عادي خالص، مش رز بسمتي، عملنا مبهر، طريقه سهله جدا جدا تقدري تعمليه، بدل ما تشتري طبق من الشارع ب 20 جنيه او ب 12 جنيه، لا انا عملت كل ده اللي انتم شايفينه نص كيلو رز. طيب مقادير الميه بتاعت النص كيلو رز، الرز المصري العادي كل كوبايه رز، اي كوبايه هتعايري بيها هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الميه، ده بالنسبه للرز المصري. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، بنفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الرز هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الميه. طب لو هتعملي رز بسمتي، كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايتين ميه، بنفس الكوبايه برده اللي هتعايري بيها الرز هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الميه، يعني لازم الكوبايه معاكي واحده، يبقى البسمتي كوبايه الرز قصادها كوبايتين ميه. طب الرز المصري اللي هو بتاعنا ده، كوبايه الرز قصادها كوبايه ميه، على حسب بقى انت عايزه كميه الرز قد ايه هتبتدي تزودي بقى. اللحمه دي لحمه بلدي زي ما قلت لك، حابه تجيبي اي نوع لحمه براحتك، لحمه مشويه في الفرن عادي خالص. ناس كتير تقول لك ما عنديش شوايه، طب البوتاجاز بايظ، طب ما عنديش جريل حلو احطها، اي حاجه تقدري تشوي على شبكه البوتاجاز اشوي، ومش هتبوظي الشقه ولا هتبهدلي مطبخك ولا اي حاجه خالص. طريقه جميله جدا جدا، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم، وتكونوا قدرتوا تستفادوا مني باي معلومه. والشموع دي كانت عندنا، الكوبايات دي برده، الشاليموهات، اي جو يعني نقدر نفرح ولادنا، تفرحي جوزك عشان جوزك ما يبصش بره، احنا عارفين الرجاله دلوقتي، فلا احنا عارفين طبعا بيقولوا قلب الراجل فين، في كرشه في بطنه، اسفه سوري. فحاولي تعملي جو شعري في البيت ليكي لجوزك لولادك، اي حاجه نقدر نفرح بيها ولادنا ونفرح بيها نفسنا ونخرج من المود الطبيعي. ده طبعا بصل بالسماق رائع، طبعا انا لو قعدت اتكلم من هنا لسنه قدام على فوائد السماق مش هتكفي. طبعا دي تشكيله فلفل، اي نوع فلفل، مخللات لو موجوده عندك، بتنجان، اي حاجه اللي تحبيه. تعالوا بقى مع بعض نشوف اللحمه بتاعتنا، هل واحنا شويناها في الفرن استوت ولا لا. نجيب الطبق، شوكه والسكينه يا جماعه، نيجي نمسك الشوكه، نمسكها في ايدينا اليمين والسكين اسفه، نمسك الشوكه السكينه في ايدينا اليمين والشوكه في ايدينا الشمال. طيب ناخد قطعه لحمه، اي قطعه، ناخد دي اهي زي ما قلت لكم، الشوكه في ايدينا اللي هي الشمال والسكينه في ايدينا اليمين. ببتدي اثبت اللحمه، حلوه اثبت دي صح، اثبت اللحمه كده اهو، وابتدي بالشوكه، بصوا بمسك كده وايدي عليها كده وابتدي اقطع كده اهو. الناس اللي تقولك مش بنعرف ناكل بالشوكه، لازم تعملي كل حاجه في البيت، علمي ولادك بحيث لو قعدوا في اي مكان يعرفوا ياكلوا بالشوكه والسكينه. بصوا اللحمه عامله ازاي من جوه، دايبه جميله، بصوا مستويه اهو. ندوق بقى مع بعض، انا هاخد كده تحفه، ناخد بقى معاها بصل. قادره اوصف لكم السعاده اللي انا فيها وانا باكل، انا من عشاق اللحمه المشويه.
لكم الاكل رائع تحفه بجد، نفسي تجربوا تتبيله اللحمه المشويه بالطريقه دي، حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم الاكل ما كلفناش تمام، ما اخدتش مننا وقت، عملنا شويه رز شويه بصل بالسماق ده فوق الرائع، جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. يا رب تكون استفدتوا مني باي معلومه ولا صغننه قد كده. ولو انتوا لسه جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين واول مره تتفرجوا عليا، ما تنسوش تنزلوا تعملوا تحت اشتراك، القناه فيها حاجات حلوه جدا جدا هتعجبكم. لو عندكم اي كومنتات عندكم اي تعليقات عليا قولوا لي، مفيش اي مشكله. احنا زي ما احنا انا مسميه القناه بيت العيله، احنا كلنا هنا مع بعضينا عيله. شايفين اي دفعات فيا باي حاجه غلط بعملها قولوا لي، انتوا اخواتي واهلي ومامتي وبابايا وكل اللي موجودين على القناه كلهم ناس، يعني احنا عيله سواء كنا مسيحيين او مسلمين احنا عيلة مع بعض، مش كلام عالم ربنا انا بقوله، احنا فعلا كده كلنا عيله. اي حاجه مش عاجباكم فيا قولوا لي مش عيب. انا اسفه طبعا طولت عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، اشوفكم في اكله جديده من قناه بيت العيله واكلات نرمين، واذا جربتوا من الوصفه ونالت رضاكم بألف مليون هنا وشفا مقدما على قلوبكم، وباي باي.